فالشوط لا يمكن تخيب نركضها يشفى الكبود العليلة ما تكسب إلا من خيار المكاسب بين الشلافي والسلوك. على بركة الله أيها الإخوة المتابعون في كل مكان عبر هذا النقل الحي والمباشر من ميدان التحدي على قناة الريان، نتابع تألقات وانطلاقات مهرجان الشحانية السنوي في عام 2013، حيث نتواصل مع حضراتكم في أول أيام هذا المهرجان والفترة الصباحية الخاصة بسن الحقائق وفئة الإبكار. ننطلق بعد أن نهني الناموس كل الفائزين في الأشواط الماضية، ننطلق مع الصدارة لنجد ندى على مقدمة الشوط فيصل بن شفيع بن سعيد بن الشفيع آلف هيده المري اللي على المركز الأول، بينما المركز الثاني وجود راهية سعد بن محمد بالشرقي العثاري مع المركز الثاني ضيفة من دولة الإمارات العربية المتحدة. المركز الثالث وجود الدوحة على المركز الثالث، خليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية مع المركز الثالث. والمركز الرابع هذه ثمينة، حمد بن علي المعين المري مع المركز الرابع. والمركز الخامس تواجد للذيبة بشعار محمد بن سعيد بالدهن المري. هذه الأسماء الخمسة المنطلقة في أول نداء في شوطنا التاسع ضمن هذه الانطلاقات 25 التي ستنطلق في هذا الصباح. العودة إلى مجريات المقدمة وإلى الصدارة وإلى ضيفة الميدان، هذه راهية سعد بن محمد بالشرق العفاري مع المركز الأول، تنطلق وتندفع معلنة الإقلاع نحو خط النهاية مستلمة الصدارة ومندفعة على صدارة الشوط، تليها بالمركز الثاني هذه ندى فيصل بن شفيع بن سعيد بن شفيع آلف هيدة المري مع المركز الثاني. وتسللت الدوحة، انتقلت الدوحة إلى المركز الثاني، خليفة بن أحمد بن خليفة بن عبد الله العطية المركز الرابع. من الجانب الآخر انطلاقة وتصدر لثمينة، حمد بن علي المعين المري المركز الخامس، انطلقت في المركز الرابع هذه ديمة سعيد بن عبد الله بن ملهية على المركز الرابع. المركز الخامس هذا الشعار بن هاملة على المركز الخامس، وانطلاقة مشرفة سالم بن حمد بن هاملة المري. خلاص هذه الأسماء مرة أخرى على حضراتكم، ولكن الصدارة المقدمة لوحدها تغرد خارج السرب. تنطلق راهية سعد بن محمد الشرقي العفاري، يا سلام أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة مع هذا الانطلاق، مع هذا الصدارة، مع هذا التحدي. هنا وجود راهية على مقدمة الشوط تندفع في هذه اللحظة متصدرة هذه الأسماء، متصدرة هذا الشوط، منطلقة مندفعة مع افتتاح الكيلو متر الأخير. بدأت الهجوم وبدأ الهجوم على المركز الثاني، انطلاقة المركز الثاني وانطلاقة ثمينة، حمد بن علي المعين المري في المركز الثالث، شعار محمد بن زايد الخلفان المنصوري مع انطلاقة الطيارة، عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع المركز الثاني. انطلقت واندفعت وتجاوزت وعبرت إلى المركز الثاني، بينما المركز الثالث أيضا تواصل الأسماء وتغير المراكز، ولكن المقدمة والصدارة مع راهية. شوفوا اللي بالمركز الثالث، شوفوا مياسة محمد بن نايلة المري مع المركز الثالث، ولكن تسلل شعار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع المقدمة مع الصدارة. انطلقت الطيارة وطارت الطيارة، حلقت الطيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حلقت بالناموس إلى الغربية، إلى وين ما يسكن عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري مع هذا الفوز المستحق ولا غريب على هذا الشعار. تهانينا والناموس لمالك الطيارة عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز المستحق، تهانينا والناموس. وهذه لحظة وصول الطيارة إلى خط النهاية. المركز الثاني ثمينة، حمد بن علي المعين المري. المركز الثالث وصلت راهية سعد بن محمد بن شرق العفاري. المركز الرابع
فرحة عبد الله بن سالم بن محمد آل فهيدة المري المركز الخامس، وصلت خامسا من تحمل الرقم 24 هذه مياسة محمد بن نايلة المري. إذن الطيارة من فازت بهذا الشوط واستحقت الناموس في شوطنا التاسع ضمن هذا الانطلاق الصباحي في أول أيام المهرجان الكبير مهرجان الشحانية السنوي، وهذه لحظة عبور الطيارة وتجاوز الطيارة ووصولها إلى خط النهاية بتوقيت زمني 4:37 جزءا من الثانية. وهني مالكها عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري على هذا الفوز المستحق، تهانينا والناموس المركز الثاني. 4:40 70 جزءا من الثانية، صاحبة المركز الثاني هذه ثمينة حمد بن علي المعين المري، تهانينا والناموس وصلت ثالثا. 4:41 وفاء وتماما توقيت صاحبة المركز الثالث راهية سعد